السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ شباب معكم دهناص. اليوم راح اتكلم بشكل عام في ذا الكومنتري عن سنايبرات بس الفيت 3 كلها. البولت اكشن اللي هي ابو تعشيقه ذي مالي دخل في الرشاش ذي قطع 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 رشاش ذاك مو سنايبر. وبشكل خاص راح اتكلم عن سنايبر ال 96 هذا اللي قدامك الجيم بلاي كله. فعلا سنايبر خرافي. طبعا فكت سنايبر اليوم زي ما انتم شايفين في الصوره، فقلت لازم انزل عنه كومنتري. السنايبر عشان تفك ثلاث اشياء تسويها، اول شيء تقتل 50 هيد شوت بسيطة، الثاني حاجة تسوي سبوت ل 50 واحد تاخذ عليه اسيست، سبوت اللي هو نظام الكشف اللي هو بكيو حرف كيو تضغطه تكشفهم بالنسبة للبي سي، طبعا بلاي ستيشن سيلكت تضغط. الحاجة الثالثة اللي هي الخمس طعنات. طبعا السبوت يمديك تسوي بالرادار الام كوم هذاك، تاخذه وتطلع فوق وتسوي لهم سبوت عادي على طول ينفك معك 50 سبوت بسيط مره. طيب نتكلم عن الجيم بلاي بسرعه، ترى يمكن طفشتكم نشر كانت ما ادري، لكن انا اقول لكم ليش عندي سبب مقنع يخليني العب في ذا الماب. طيب الماب ذا نشر كنز ليش انا اكثر شيء يعني العبه؟ مو عشان احسن ماب، ترى في مابات مره حلو، لكن هذا الماب يعني اول شيء الكرت حق ما في تفاصيل، عشان كذا الكرت حق لما العب فيه توصل الفريمات 50 60 فريم، وهذا الشيء مره حلو اني العب يعني بسنايبر وابدع بسنايبر، لانه السنايبر محتاج فريمات، ما يحتاج يعني الفريمات هي اطارات في الثانية او الاف بي اس اذا احد ما يعرفه. المهم هذه يعني تفيدك في اللعب، يعني تخفت اللعب سلاسة اللعب، عشان كذا مع السنايبر جدا مهم ان تاخذ فريمات. خاصة في الدريفت زي ما انتم شايفين الدريفت مرة مهم، الفريمات تفرق تفرق، عشان كذا الماب ذا ما في تفاصيل. برضه ماب اوبريشن متر ما في تفاصيل، عندك اوبريشن فاير ستورم، في كذا ماب معين العبها مرة مفيدة معاي مع الكرت حقي للاسف، ان شاء الله راح اغيره بعدين اطور معنا مو مشكله يعني. الجهاز بشكل عام قوي لكن الكرت هو بعدين راح اغيره. طيب بالنسبه لهذا سنايبر، هذا سنايبر ال 96 سنايبر خرافي يا اخي، مهما وصفت فيه مرسيدس تقول كانه سياره مرسيدس. يا ولد حقيقي والله يا اخي سنايبر بريطاني يعني انيق انيق كذا، يعني طلقته عليها حماس، التعشيق محمس، الصوت حق السنايبر تقول الصوت يا راجل يعني شيخ مره مره كذا تلعب كذا. ما انا عارف ايش اقول، يعني سنايبر مره مره حلو يا اخي له طعم، اللي يعرف من بلاك اوبس يعرف من جد قيمته، عشان كذا يمكن في ناس جديد عليهم السنايبر بس الفيد، لكن اللي لاعب بلاك اوبس وجا هنا من جد يعرف، زي يعني خلاص حافظ السنايبر ذا حفظ خلاص، يعني خبرة معاه خبرة من جد يا اخي. الصورة هذه التقطت من بلاك ابس 1 وقسلت فيها 22000 وشوية من بلاي ستيشن. طبعا انا ما جبت ذي الصورة وقلت يعني بحط عشان يعني ما في انا اللعيب السنايبر اللي ما في زيي، لا لا والله في ناس مرة اخطر مني بلاك ابس 1 وباتل فيلد. في ناس قلت يمكن 40 و 100000، قد مرة شفت في بلاك ابس 1 بلاي ستيشن استغربت والله كيف. لكن شوفوا يعني بالنسبه لواحد يلعب سيرش اند ديستروي شيء حلو يعني. طبعا انا ما جبت الصوره ذي يعني عشان امدح نفسي، لا جبت عشان بشرح عليها السالفه. السالفه اللي هي ان السنايبر هذا خلاص عندي خبره معه، او مو خبره لكن عندي خلاص من الالعاب الثانيه، رغم انه في فرق بين باتل فيلد بلاك اوبس، لكن في الاخير نفس الوزنيه او نفس الطريقه، السكوب هناك تقريبا مشابه لذا ثمانية، ونفس الهرجة يعني تزوم ملف وطخ، فنفس الكويك سكوب او نفس الزوم السريع. طيب نتكلم بشكل عام عن سنايبرات بس الفيت 3. اول شيء الاس في 98 سنايبر الاخضر هذاك اللي تفك معاك في البدايه، تحس انه حلاوه يا راجل، ما هو سنايبر لعب ايش ذا طلقته كذا طيو ما ادري كيف. المهم السنايبر ذاك يا اخي شوفه حق درع، ما فعلا تحس يعني خفيف وكذا، حق كلوز كوارز او مسافات بسيطه فهمتوا، لانه فيها تماركر كثير. لكن رغم كذا يعني عيوب، يقول لك السنايبر ضعيف وطلقته تنزل لها دروب قوي، دروب اللي هو نزولك مع الجاذبيه، نزول الطلقه مع الجاذبيه نزولك، يعني بطيء ضعيف مره من جد تحسه ما يصلح يا اخي، لكن تعود عليه برضه تبدع فيه. الام اس في اللي بعده شو الام 40 او الام 45 سنايبر ذاك يا اخي
احنا ما فينا حق مو درب حق الفيدات، تحس حق الفيدات لانه تعشيقة سريعة، فتفك التعشيقة بسرعة، اللي على اليمين ذي تفك بسرعة تك تك على طول، يلا اللي بعده. عجبني، لكن مشكلته لما تحط ماوس كوب 8 يقفل لك نص الشاشة. عموما ما عليه، برضه تعود عليه مو مشكلة. السناب طبعا هنا ما باوبريشن فاير ستورم، يعني حاولت تغير، والله كان ودي اجيب مقاطع كثير من بات ثان لكن استعجلت قلت لازم انزل كومنت على ال 96 سريع سريع كذا. طيب ما عليه راح اغير بعدين ابشر. السناب الثالث الام 98 بي، سنابر مجنون، طلقته قوية، ماله دروب صراحة، يعني دروب يعني نزول الطلقة يعني معاه يعني قليل قليل، لانه طلقته عيار ماجنوم وطلقة قوية، استخدم عيار ماجنوم اظن هرجة كذا قريت عنه. عموما سنابر الرابع او اي الرابع الجي ان جي 90 او الجي ان جي 90، سناير برضو يعني حلو وتبدع فيه، انت شوف كلها تتعود عليها، لما تتعود عليها راح تبدع فيه زي كذا. انا ال 96 ليش احب ذا السنايبر، افضل سنايبر بالنسبه لي، لان خلاص متعود عليه من بلاك اوبس من اول، متعود عليه طريقة التزويم حق الكويك الزوم السريع خلاص، فزي كذا. الجي ان جي 90 سنايبر حلو، تعشيقته تحسها لما تزوم وتعشق كذا يلف معاك يشتل. برضو سنايبر مشابه لل 96، عجبني تعشيقته. عموما نترككم مع الجزئية الأخيرة هذه في موبا ساين كروسينج. لسه اللعب توه حام يا شباب، استنوا أكثر ولعب أفضل من كذا وأحسن في الأيام الجاية إن شاء الله. الساعة المبتدئ، وخليكم مع كريس تريك هذا البسيط. يلا شوفكم على خير والسلام عليكم.